إذن يعني نحاول يعني نتكلم على الموسم 2022-2023. اليوم رانا 16 جويلية، في نفس اليوم عندها سنة فريق كانت الخزينة تاعو فارغة، يعني أتحدى يعني وكان مادام العلم موجود والحسابات موجودة، في نفس التاريخ الوفاق لا يملك دينار ما يملكوش دينار، يعني نتكلم مليح، كل الحسابات البنكية مجمدة ما يقارب 9 ملايير في لجنة المنازعات، ولا لاعب في الفريق ولا مدرب، ما كان حتى شيء، ني ليكيبمون ني لستاج. يعني في تلك المرحلة كانت بعض الأشخاص يقول لك خليها تموت في دودو بلسيس. أنا كما يقول كما قال زيتوني واسمه هذاك بوزيدي لونطونت، ما تموتش في دي، أنا ما نطيحش في دي لونطونت، مستحيل رب العالمين يوفقني رغم الداء والأعداء ورغم كل ما سوق من أشياء سلبية في حقنا، مع هذا تحملنا المعاملات، تحملنا وش صرا في ملعب 8 ماي طيلة الموسم بفريق يعني مغمور، يعني الفريق اللي معروف بالألقاب ومعروف بالأسماء بدون شك، يعني يجيو فيه لاعبين اللي ما عندهمش خبرة تاع قسم وطني الأول. اليوم الكرة شباب الوزداد تكلم محليين باش ما نديوش الأمثلة خارجيين، في 2018-2019 نهاو المرحلة الأولى 11 نقطة بغياب راعي رسمي، جات شركة مدار فريق حصل على المرتبة 7 على ما أظن، وفاز بكأس الجمهورية، وبعدها فاز 4 بطولات متتالية، حتى والبطولة يكون مستوى تحموش مرتفع، هي تعتبر أرقام قياسية، فريق اللي يفوز بربع بطولات سيتان ريكور في الجزائر وما دار حتى فريق تاريخ. وصلوا مرتين إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، وصلوا نهائي كأس الجمهورية. يعني كي نمشي بالأمر هذا هي أمر ماديات، عندهم استقرار مادي، والناس اللي كانت تحكم في البداية كان سعيد علق اللي وباع في كرة القدم وعنده خبرة كبيرة وشاف في الاستقرار نادي شباب الوزداد، وبالتالي نعطيت المثال هذا باش نقول لك الأريحية المالية مع معرفة التسيير وحسن اختيار اللاعبين راه تجعلك ترجع. اليوم خلصت شباب بطل الجزائر افيك النيكار اللي يثبت لك باللي ان لا توازن في الكرة الجزائرية، 14 نقطة فارق ما بينه وما بين صاحب المرتبة الثانية، ربما ما يقارب 18 أو 20 نقطة على صاحب المرتبة الثالثة. ربما طولت كأنني نتكلم إلا على شباب الوزداد، أنا نعطيك في المثال بغياب السيولة ما تقدرش دير فريق. حنا اليوم الاسم والتاريخ شبيبة قبائل رغم فرحوا بالبقاء، الناس بزاف قال لك عيب جي اسكا تفرح بالبقاء، لان الظروف اللي عشتها كان فريق راح يسقط. احنا نفس الشيء، ربما اصبنا واخطانا ولكن الفريق لما حقق البقاء باريحيه كبيره يعتبر في حد ذاته انجاز. لما نقول شهرب، لما مشى حسام البدري من وفاق سيف كان مدير حساباته بأن الفريق هذا راح يتلقى صعوبات في المستقبل.
نهضروا في النيل لما يجي فريق في المرحلة الشتوية يضيع كيقول كيضيع واحد حولناه وباش حولنا اللاعبية الذائقة المالية قندوسي كان بثمن أهداف وبعد المصيبة اللي تعرض لها القناوي كان بثمن أهداف وكانت عندهم ما يقارب 12 تمريرة حاسمة يعني ودرنا زوج مهاجمين كانوا مسجلين 16 هدف زيد الماركاتو إيفرنال الماركاتو الشتوي نعتبروه فاشل 100% ولكن دائما نرجع للإمكانيات المادية الفريق اللي ما عندوش الإمكانيات المادية ما يقدرش يدخل السوق اليوم فرق راهي تشري غير في ورقة تسريح بثمن ملايير بسبع ملايير كاين لاعبين اللي اقترحوا لهم ثمن ملايين دينار للشهر سبع ملايين دينار وانت نتكلم لك على جويل في 2022 وانت قاعد ما عندكش مليون اجتهدنا ووفقنا رب العالمين باش قدرنا نرفع منع الانتداب ما يسهل باسكو لي جون لي كونيس با كي سا فو دير ان دات دو فالور يعرفوهاش لا دات دو فالور ما يعرفوهاش تعرف لما يكون شاكي فيك لاعب خارج التراب الوطني ما يكفيش انت تكسب بيتو الاموال في البنك ما يكفيش يكفي وقتاش يوصلوه الاموال للحساب تاعو وهذه احنا بقالنا واحد العشر ايام على اناء المهله وقدرنا رب العالمين وانجزنا هذاك التحويل في ثلاث ايام وصل الاموال للحساب اللاعب والمدرب وكانت الناس اللي كانت شاكية بالوفق السيف الاتحاد الدولي لكرة القدم عانينا كثير انا ربما كنت ارجعوا للفار وتشوفوا تصريحاتي ما كانش يوم قلت انا سنلعب من اجل البوديوم لكن عنده واحد تسجيل باللي انا قلت نلعبوا من اجل البوديوم يخرجوا لي او يدير لي تقديم نقولش بس نعرف صلاحية نجيب 18 لاعب صغار ما عندهمش الخبره في القسم الوطني الاول ناحيه طول العربي تابتي ما نتكلمش على جابو اللي كان ناس تشوف جابو في الميدان وما راحش للديبلاسمون او ما لعبش المباريات برا صار جابو في حد ذاته كان يرتدي قبعتين لاعب ومسير كان يمد وش يقدر في الميدان وكان يحمي المجموعه في حجر الملابس الاولاد هذو عشنا معاهم ايام مليحه داروا لنا واحد ثلاثة او اربع مباريات مستوى عالي وين المناصر واللي يطبع وهذا حق مشروع باللي نقدروا نوصلوا للمراتب الاولى نقدروا نديو حتى البطوله وهذا امر شرعي لان الناس اللي زايده في الألفين اليوم في عمرهم 23 سنه بدأوا يعرفوا لونطونت مولين سبع سنين عشر سنين عاشوا مراحل مليحة ويلقوا كؤوس عربية إفريقية كاس العالم دون شك تبقى في راسه اللعب على الأدوار الأولى الوفاق تاع القاب هكذا يخمم ليش أن الوفاق سيعاني وسيصل إلى ما وصلنا إليه مع هذا أنا سعيد جدا المشوار اللاعبين وما دارولناش المشاكل ما عشناش هذه الاضرابات واللاعبين ما جاوش دربوا لاعب رفض يلعب اليوم مكملوا البطوله في كثير من اللاعبين متقاضين راتب شهري ثلاثه يعني اغلى لاعب خذا خمس رواتب يعني باقي له ست موا اللي ماهوش خالصين دوك الناس تشوف اللي دي طايب ونزيد ربما يعني جي في راسو هذا يقول لك علاه بقيت نعرف اللغه انا اللغه الشعبويه وكاين المصلحه وكاين لي زافير ويقبلوا كلش وما يبطلوش لا نبطلوا كاين حب فريق عندنا انتماء احنا ونا بارتي على سي كلوب واحد ما يقدر ينحينا بالتاريخ تاعنا وقبي يمسحوا تحب توسخوا كيما حبيت ولكن كاين شي واحد اسم تاعنا كاين في تاريخ نادي فاس قول واش تحب قول ما شئت بصح نبقاو في فاس
في المرحلة هذه. وكان جات ناس كانت عندها الجرعة، اسمها لازم تكون جريء في مرحلة مثل تاع العمليات وعندك الشجاعة، وجات قفلنا عليهم الباب ما خليناهمش يحكموا النفاق، عندهم الآن الحق باش يتكلموا. أنت تستنى حتى أن تظهر شركة رائدة غير مدة بركة أنسين باللي راهي جاية تأخذ نفاق سطيف، الناس كلها تنقدر ونقدر، يروح تقدر تعود بالزيرو، أرواح من لا شيء، وأحكم نفاق سطيف وتحمل الشتم وابل الشتائم وش يصرى في الملعب، تحتم هذا التواصل الاجتماعي، كل واحد كل يوم يقص عليه قصة، أروح تحمل الحوايج هذو كل، وعيش في عائلتك وعيش مع أولادك، تقدر تسير الفقستين. On peut pas avoir كما يقولك un brevet pour diriger un club de football. لازم شكون عندك un brevet قاري، عندك دكتورة في العلم وان فيزيك نوكليير ولا ما على باليش، هذا تقدرش، تقدر يكون عندك كل الشهادات هذو، ولكن ربما يجيو يسبوك 30 في الصاد ما ترقدش في الليل، ما ترقدش وتولي تخدم لك. لا احنا عانينا يعني بكل المجموعه اللي معايا اعضاء مجلس اداره، للناس تستصغرهم، ربما تستصغرهم في كلام ولا في حوار. اون بي با فيفر دامور دو فريش، تقدرش ناس كسيسوا الحاج ابراهيم او الحسين بن عباس اللي راه غايب علينا، او رفيق بو عريف، او الاستاذ بنيه، هذو ناس كانوا حاضرين ديما، حاضرين وواقفين، ولقيناهم في مراحل صعبه. اذا ما وصلنا اليه من الناس، ما نقول لك تنتقد سيتي الموت، هذه ولات اون موت اداره. انا وليت نحسب اداره افونسونتر هذا ولا 10 لعب وراطه ولا اداره، هو ما على بالوش. البارح لوتيل خلصنا 54 مليون في الثوره، ما جا حتى واحد عطانا درام، قلنا اي ليكيب باش ما تمدش فورفي، واحد ما جاش اللي كنا 20 مليون بيدافيون اي في 74 مليون وحماجه، واحد ما جاش اللي كنا 30 مليون تاع ليزيسبوار اي في 100 واش الجوناش ناس، قالوا خويا راه نهايه الموسم وعلى بالنا ما عندكمش اي الحافله علينا ولا الطعم، كاش حنا اللي نتخبطوا دركا يا سي في نحطوه في سونا كوست، حط سي في، شنو سي في؟ كاش لا ديموند دون بلوا في لونطات، ماشي الناس اللي يطلب في سونا كوست تطلب في اطارات، او يجي فلان وفلان عنده لا واش عنده، ما عنده والو، اللي ما سيرش ما عندوش. تقيس واحد بالتسير تاعو يولي ايجابي ولا سلبي على الاقل مر مرحله التسيير. اما تجيبوا لونطوط ديروها كوباي، لونطوط ماهيش حق التجارب، سي با ان شون ديكسبيريونس لاي واحد حب يدير الخبره تاعو، نو. دونك جو كونسيدر كو لا سيزون ديبي سيزون اللي عشناه، ربي يستر كي احنا ما محبش قلبنا ولا ذاك في المرحله هذيك، باسكو كنا نخدموا 14 ساعة في النهار اي سوزاري وفي الجزائر وفي الميم كليما اللي رانا عايشين فيه، سخانة هذه إلى آخره. بور لا فان سيزون ربما نقول كما تأملها أنت كصحافي مناصر أو كمناصر حقيقي أو كمسير، كانت عندنا الفرص باش نقدروا نحصلوا على مرتبة تأهلنا للكؤوس الإفريقية. احنا كما يقول لك للمجالس أسرارها، احنا توصلنا مراسلة من الاتحاد الجزائري لكرة قدم يوم 20/6/2023 بلي انه وفاق سطيف حرم من اجازة افريقية نظرا للديون المتراكمة في لجنة المنازعات، وبالتالي ربما المناصر البسيط ما يعرفهاش، كون حصلنا على المرتبة الاولى كنا ما نلعبوش كاس افريقيا حتى نكون احنا بطل الجزائر، ولا المرتبة الثانية. وهذه شويه لا موتيفاسيون نقصت، غياب الاموال، غياب المشاركه الافريقيه، نهايه الموسم في جو حار، غياب اللاعبين، المستوى تاع الفريق تاعنا متواضع، استدير موين كي لحقنا الهدف هذا به ومنعنا قبل 6 مباريات من نهايه الموسم يعتبر انجاز، وكان الفريق اغنى منا واكثر استقرار.
لديهم كل الامكانيات وعانوا حتى المباراه الاخيره. احنا ما عانيناش والسيبورتر تاعنا ولا احنا ما رفتش الورقه وبدا يحسب النقاط كنا خسروا ليه كل عشنا علاز في الحياه. انا لعبت على الهبطه ولعبت على الالقاب، اصعب ماموريه كنت تلعب على الهبطه. لقب ما ديتش اللقب عادي، اي ما نجحتش ولا خسرت ولا واش كان، اما السقوط او يستقام لك امور تاريخيه، كي تسقط تدخل بالفعل التاريخ. اما تدي بطوله يقدروا ينساوها، قدروا حسن دار رابطه ابطال افريقيا ونحات الامه هذه، الامه هذه اللي نحات حسن حمار اللي جاب لهم رابطه ابطال افريقيا، هما اللي كما يقول هتلر الناس اللي عقبوا عليك وصبقوا عليك فرتوك تعود مولي، هذوك هما اللي يشتموك وهذوك هما اللي نحاو حسن حمار. خلينا من اموره الشخصيه ما ندخلش فيها، اما رياضيا هذوك هما اللي نحاو. واحد الوحيد في الجزائر اللي جاب رابطه ابطال افريقيا للجزائر، والفريق الوحيد وكان هو على راس الفريق اللي شارك في كاس العالم، من حاول الناس محمد الزعيم كان يمشي في بليده وصلها الكؤوس العربيه والكؤوس الافريقيه، نحاول الجماهير هاي نحاوهم في الدرجه الرابعه. ناس ساعه ساعه وتكون كاين الرحمه ويحمد ربي ويمشي بعقله، اللي عود ما يفهمش يسقسي الناس اللي كبار عليه وعقال عليه يوريونتي. والفريق عانى 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 عانى، اي سي با نورمال. حنا نقعدوا ساعه ساعه مع بعضنا نقولوا والله غير عجوبه، سي با نورمال، سي دي جوار ساكن اوكين اكسبيريونس. خدمنا مع حسام البدري هنا في بوليتيك تاع يدولها بالفرنسيه لا با، صدير تحب تصايد لازم تجيب الطعم هذاك، تخير الطعم اللي يجيب لك. حنا كي جبنا حسام البدري اعطينا كوميم اون فالور ليكيب، قال بلي رانا رايحين نلعبوا الادوار الاولى مادام استثمرنا فيه مدرب كبير لازم له اموال لازم له من على الاقل، خذينا واحد الثقه والانديه كانت تحسب لنا حساب كي نروحوا نلعبوا معاه، والخوف او ينقص من المردوديه تاع اللاعب. لما يخاف اللاعب كان يشوف مدرب يجي داخل، كان حاكم الاهلي حاكم الفريق الوطني المصري، كنا نخوفوا به، كنا نقدموا نخوفوا به ليزيكيب. راح حسام البدري، هل حسام البدري مشى من ويفاق ستيف لضعف النتائج؟ لا. هل مشى حسام البدري لانه ربما كان ما يتفاهمش مع الاداره؟ لا، مشى ما كانش دراهم، هضر بعقلانيه، قال انا انتم ما عندكمش فلوس ورايحين تعانيوا ولازمكم تنتدبوا ربع لاعبين مستوى عالي ولازم تخلصوا اللاعبين اللي راهم الان باش نبقى لكم. لا حياة لمن تنادي، مشينا ونا في لا بوليتيك دو نو مويان، لا بوليتيك دو نو مويان، نو نافون با لي مويان دو نوتر بوليتيك، فاهم؟ نا وديما نقولها انا ولات كلمه مشهوره، حنا في وفاق ستيف مع الناس سوء تسيير، عندنا فقر تسيير، لا بوفرتي دو لا جيستيون، عندناش دوك ساهل. دوك انا نحب ننتقد، دوك نبدا نطيح على واحد او كل لي زالجيري، انا ولينا بروفيسيونيل في لا كريتيك. دوك اليوم ندير فيسبوك انا ونبدا نشيخ وتسمع واحد الهضرات يعطيهم لي ربي، يقدر غير تلقى دي فرانس، غير كل فرانس دير الباس للاخر، سهل هذا. رواح يعود في حلم وقادر، ماشي هضره تشمر على كتافك وتقول انا قادر خويا جبد روحكم في مراحل صعبة. هاي جاية صنع القوز هو من عندنا، او لازم فلان او لازم فلان ولا الاختيار. اروح دك صنع القوز ما زالت ما جاتش، ارانا في 16 جويلية ما زال ما جات صنع القوز. هاي في الدقيقة هذه انا نسألكم سؤال، في الدقيقة هذه اي واحد منكم يجي في بلاصتنا انا واش ديروا؟ احنا لازمنا درك مع صنع القوز، هو قانون اكتمشي مع شركه وطنيه، ماكش تهضر في السوق مع واحد يبيع لك الطوموبيل ينقص لك ويزيد، راك تهضر امر صحيح تاع بروفيسيوناليزم. حنا نو زافون ان دوكري بريزيدونسييل مرسوم رئاسي كي ايتي انتيغري دون لو ستاتيو 2010، كاين مرسوم
شو دين نشكو تاني في اندوكري بريزيدنسيال. هذا المرسوم يطلب باللي لازم دير الريزوليسيون او نيفو دي كونسيل دادمينستراسيون وين تستعد بالتنازل على الشركه، ما نهضرش على الاسم، الشركه. وبعدها راح تكون استقاله كتابيه تاع اعضاء مجلس الاداره. بعد هذا العمل لازم لك عقد جمعيه عامه غير عاديه اكسترا اوردينار وين اجكس وين تولي يفوتيو لك على ريزوليسيون تاع مجلس الاداره. بعدها راح تكون الانطلاق الرسميه لشركه سونالغاز، باسكو كاين ناس لي الغالب كل واحد الحب لامور دي كلوب يقول غير يجيو ويجيبوا الدرام برك وما كان حتى مشكل. لا، كاين امور اداريه هما يحترموها، سي دي كومي دو ليتا. لا عاد واحد اللي مسؤول في الدوله هو ما يحترمش القانون سي غراف. نوليو نطبقوا اذا كان على رب البيت بالدب فيما على اهل البيت الا بالرقص. نعم، فو ريسبكتي. انا نتكلموا على دوكري يا جماعه، ماناش نتكلموا على ان ستاتو ولا ان ديسيزيون نيفو دو لاسامبلي جينيرال. سكيفي كي درت لكم نعرف حال، يعني كون نشوفوا هكذا ابخي عندكم تصوره بعد لاجيكس هذه سونالغاز نمضيو عند الموثق ما كانش مشكل. هذه الامور هم موجدينها تاع الموثق وهذا كل شويه. بعدها اي دواف كريس كون ابل لاسامبلي جينيرال كونستيتيونت، يكونوا الجمعيه الجديده تاع لا فيليال هذه لحكمه الفوتبول تاع وفاق ستيف. لازم باش يديروها يديروا لاسامبلي جينيرال. من بعد لاسامبلي جينيرال راح يخرج منها مجلس اداره، بعد المجلس اداره راح يبداو التعيينات. هاي درك انا نمشي تاع كيما قلت قبل سياسه الارض المحروقه، الله ما ندير حاجه يعني قاعد خويا جابوا ما جابوا سنيه وما سنيه. لا، احنا عندنا لا فيبر، عندنا لا فيبر تاع رونطون. الدر الصغير هذا اللي راه يتهضر لوحده في عمره 62 الى اكزاكتومون ما يقارب 50 سنه في نادي وفاق ستيف في البارح. اي حياتك وحيات خوك وحيات ستين في، عرفتك كي كنت فقير، عرفتك كي كنت تلعب على الهبط، عرفتك كي عدت تلعب على القاب، عرفت عشت فيها المشاكل. ولكن بقى دائما آية قرآنية يقول لك ولا تنسى الفضل بينكم، هكذاك ولا تنسوا الفضل بينكم في آية. هذا الفريق أنا واحد من الناس أول مرة حطيت روحي راجل ورحت شريت صباط شريت بسوار بلونطات. أول مرة ركبت في حياتي الطيارة ركبتها بلونطات، ما رحتش واحد يشريت بيا، قالوا كان كاش درع وفاق ستيف ركبنا مع. أنا بيرسونيلمون أول مرة ركبت الطائرة ركبتها مع وفاق ستيف. أول مرة نشفى شريت بوت في الوقت ذاك سلكونا لونطات شهرية رحت شريت بوت. دونك الإنسان قد ما يسرى قد ما يسرى ما تنساش الخير فيها تاعها. وبالتالي درك اني طوبليجي، وانا نقول لكم هذه بتاتر سي اكسكلوزيف، انا ني ريكريتي. باش نقول لك انا ريكريتي ومانيش ريكريتي من ولا ما هضرش، بس كون نهضر على الجواره تاعي يديهم لي وكيبداو يروحوا الناس يحطوا فيهم دراهم ويديهم. انا ني ريكريتي فيهم بلا دراهم، لان ما نقدرش ندير سياسه ارض محروقه. شريح نستنى مكرواز اللي برا ومن بعد سونالغاز لازم لها اشياء اداريه. ما تقدرش تفري المشكله هذا حتى ل 10 اوت مثلا، وتقدر تسرع اونتر توت سيت اورغانيزاسيون سافا بروندر دي طون. ويجيو 10 اوت مثلا يقولوا سي ابراهيم هيا تالي تحكم انت لا قوم لنا بالفريق خلاص. باسكو في الفوتبول يا سكون ابيل التايمينغ في الدراهم وفي لازم الوقت منا. مع هذا احنا ريادي تبقى دائما ترجع للجراه، احنا نمشيو مع لاعبين اللي رانا خيروا فيهم بالحبه وماهمش لاعبين تاع اللي نجيو نلعبوا المانتيا. وانا نطرات شوازير دي جوار تاع تيتر تاع نفس كل الانديه الكبيره هذه، وانا مسؤول على ما اقول في نادر برك. انا كي نقول لك كان يجي الجوار يعاوننا برك وما عندناش دراهم غير نمنعه هذاك نهضر سياسي انا ما خافش. مدروك اوني اونطرا de cibler que de très bons joueurs.
ودي جوار دي فاليرا ما مش حاجة لي. مع هذا يعني مش نقوله الخلاصة لا كونكليزيون ما عندها حتى معنى هذه الإدارة وهذه الغنية المشهورة هذيك ما كان والي والي خلاص يدي مودي هذيك وما تأثرش تاع إدارة فيها ولا أخر فيها. احنا خدمنا أخويا خدمنا والضمير تاعنا مرتاح وما زلنا نخدمه إلا ذك إذا كان أمر آخر رغم نجيبوا اللاعبين والمجمع يرى في شخص آخر يكون مؤهل ولديه الإمكانيات واحد إنسان يكون عنده أسلوب حضاري كنت تفضل هام اللاعبين هام العقود شوفوا كيفاش تنظموا الأمور مع اللاعبين كيفاش تخلصوهم كيفاش تديروا هم سنين لي كونترا ام وجدي اون في با نزيد نعاودها اون في با لا بوليتيك دو لا تير بريلي واحد اخر يجي لعبنا مباريات يعني الاتهامات الباطله تهمونا انباع الماتش هذا انباع الماتش هذا حنا شرفاء حنا ما بعنا حتى ماتش نقولوها لكم مادام رانا حيين خير من كي نموتوا يجيو يهضروا علينا ناس انا حيين وانا نواجهوا في الناس الكل لكن كاين راجل في الجزائر عطانا الدراهم مره في حياته وربح ماتش ماذا به يخرج في التلفزيون درك ما يستناش متغيب لنفوسنا والروحه تحداهم نتحدى كل الحركه الرياضيه في كره القدم لكنا احنا مصدر تلاعبات دي مباراه نتحداهم راني نقولها بالصوت وراني في كامل قواي العقليه راني مستعد مي ولكن تخرج مرة يقول لك اه سرار هاي بيع انا عرفوها او بيع الجيسكا او بيع البارادو او بيع المولودية او راح نبيعو احنا عندنا برشلونة ثم اللي يجي نقدروا نغلبوه في ساعه نعطيو بكم شنو التفكير السلبي لو نيجاتيف كيران اللي يسيطر غير السلبيه ما تهدرش حاجه مليحه تقولش هذا انسان ناس ملاح ولا هذا وجاب درام ولا هذا سرقه مافيا امبير من الجنون احنا بشر خويا بشر احنا ولاد سطيف ولاد لونطونت ولعبنا فيها وعشنا فيها وسيرنا فيها وكي يجي واحد قادر وعنده الامكانيات نحطه فوق راسنا يا ما كانش نسيت تهضر بس كي قلنا لونطونت باش تعرفها لازم تحكمها فيتري على برا برا كلش بفر لو دي 5 جو فو الروح تحكم وتعيش مع المحيط تاعك وتعيش مع الشعب وتعيش مع ما تخدمش واحد ونحيت واحد ونحكم جوار تعيش الامور لا عاد تقدر الحوايج هذو ارواح النادي لي لونطون سي تان كرون كلوب دونك اون كونكليزيون ما نزكيوش نفوسنا ما نزكيوش نفوسنا ولكن احنا فرحانين بالموسم هذا فرحانين رغم ان الوفاق قلت لك تاريخيا او معروف عنده من 2017 هذا الخمس سنوات ولا الخمس مواسم الأخيرة اندفر نوعا ما وماشي مليحة من فيلوزوفي يقول لك لابيتيود ايتي سكوند ناتور فهمت العادة العادة هي طبيعة ثانية والفنا تك تدخل فينا تترسخ في راسنا هذيك بلي احنا نلعبوا برك تاع كلاسيك سانكيا ام سيزيام سي با الكا لو كلوب الى بري دو لامبلور باش فيه محمد شريف حناشي ربي يرحمه نهار دينا الشامبيون في 2007 قالوا ماذا يطلوا خطره في العشرين سنه ويروحوا قالنا لازقين لهم في كل عام شامبيون نكرر كنا ما نديرو شامبيون دوزيام تروازيام دونك جبنا واحد لا ديناميك اللي مشى بها البالون جا حسن كمل لا كونتينيتي وزاد الى دوني انكور بليس من بعد لا ديسونت بير لونفير ولينا هبطنا ولينا عايشين نعيشوا الفضايح نعيشوا اشياء التي لا ترقى الى مستوى نادي فيكستيف عشنا اشياء وشي ما نقولكش احنا فريق هذا ملك ولا في غير الانبياء فريق في عباد اصابوا اخطاوا ولكن تاريخ الوفاق في بعض الاحيان لطخان نوعا ما اصبح يعني اشياء من ما كناش نسمعوا بها عبر التاريخ كناش نسمعوا بها دونك غروسو مودو لا سيزون 2022 2023 اون نوري سويتي فير ميو مي الله غالب هذا ما حبت
ما بمدحناش. انت الامر اليوم سمون فان سيزون، فان سيزون خلصت يا لافنير دي كلوب. لازم دوك الناس، دوك كاين الناس اللي مشاو للبحر، كاين الناس اللي رايحين فاكونس، كاين الناس اللي راهم على باليش وين راه. دوك يجي بيان برونزي ويتقشر وذاك ويجي يهضر علينا واش درنا في الشهر هذا. هم داوها للواد وهم داوها ارواحهم. ونزيدو دوك نقول لكم ارواحهم درك. مارك راهو النفوذ كامل والسلطه والقرار تكون عند الشركه المالكه. مع هذا نقول لكم ارواحوا نادي ملك الجميع. هذوما انا قلت امام رئيس المدير العام هذا سيدي بيان كوما. واحد ما يقدر يقول الفرق تاعنا. دونك انا نشكركم على الحضور تاعكم، وحنا مستعدين لكل شيء نهضروا به. هذو مستعدين نمشيو نمشيو ويخلعنا حتى واحد شبعانين الجيعان اللي خاف. ديريجور يدير كارير وما يدي شامبيون مسكين يقول حياتي طول ونسير. حنا شبعانين ما تخلعش. دونك مستعدين لكل شيء للايجابي وللخروج بهدوء. دونك نتمناو ان شاء الله في اقرب الجزاء الاجل يزيد رايح يوفقنا ربي في الانتدابات. وانا نديرهم الانتدابات، انا نقول لك نديرهم ونجيبهم ونخلصهم. ولاعبين غاليين، نعم شي لاعبين تاع 50 مليون و 60 مليون وواحد ما يعرفهم والله ما تسمعوا بهم حتى تلقاهم في الصيف. هذه باش نقولها لكم، هذه خلاص جيب هو انا تراجي اون اون تران دا بروندر دو لافي. والله ما يسمح بني العزيز عليا كانش جوا نار يجي تشوفوا باللي سنيه قال هذا جبت لونطات مي 17 دولار سمان في الاسبوع. ما نستناوش لا فات الاسبوع هذا وما بديناش الانتدابات تاعنا. انا مديري لا بيراميد تاعنا ورانا نديرو. شكون نجيبو ريال دروا، شكون نجيبو ريال غوش، شكون نجيبو في اللاكس، شكون نجيبو غارديان، شكون نجيبو افانسات. انا مديرين برنامجنا وعندنا لي شوا دي جوار وربي قدرنا ان شاء الله. والجلسه مفتوحه للاسئله وخلاص. انت دوك الاصل لو كان انا نريح نتبع كيفاش ندير رفع هذا المنعاده تاع الانتدابات. نستناه باش نبدا نجيب جوار. انا ما يمنعني حتى واحد باش نجيب جوار نحط الملف تاعو في الرابطه الوطنيه. ما نديش الاجازه، الاجازه ما نديهاش. ولكن دروك ان شاء الله مع الشركه. وكي تجي الشركه وما تلقى حتى جواري تقول لي يا اخويا انا جيت نخلص لكم لا سي ان ار لجنه المنازعات. قولوا خليهم خير كثر لي بريم اللي جوار هذو اللي بقاو. لو عندك ما يديروا كاين زوج من حامي ومن تحرك يا دو شوز وتكروازي لي برا. وقال احنا ممنوعين من الانتظار ما نجيبو حتى جوار، ما نجيبو لا مدرب لا جوار، ما نجيبو والو حتى نرفع الانتداب. نهار يجي يرفعوا لك الانتداب تلقى راك السوق فرغ. واش دير؟ روح تراك في بلاصي. هذا سؤال تاع صحفي. مي انا وياك ما نفكروش كيف كيف. انت تفكر كجورناليست تمد فكره للراي العام ولا راي، بصح انا نفكر كيفاش ندير. دونك انا سي نورمال تاكل على ربي سبحانه اولا، ثم على الشركه. شركه بدون شك راح ترفع لنا هذا الديون تاع لا سي ان ار ال كمايا. دونك هذه لا سوليسيون. واش بك السوق غير في المرتبطين؟ شحال غادي يمشيو شحال غادي نجيبو؟ لا بين المرتبطين كاينين دي جوار اللي داروا الاعذار، هما عندهم نصايح. كاين بعض الناس في الصيف الله يسهل ما نسميش انا الاسماء، يوم يكمل يكومبرن على مراني ناطر يجيبوهم يقولهم ندير لكم اعذار غير على دراهمكم باش تريحوا مربوطين باش يديروا مشاكل لونطونت. انت كي تقعد تحب لونطونت دير لنا اعذار. قال خويا نسالكم ست شهور، سلكوني ست شهور تاعي واعطيني لا ليبيراسيون. هذا هو المنطق، سا سي لا لوجيك. ما تروحش دير لي على دراهمك بصح ما تطلبش تسريح. ماذا بيك تريح تروازون ونعاودوا القصايص هذوك تجيب معاك اللوسي لونطرينمون ونعاودوا نعسوا وانت تعس. سي تروبتي هذا، هذا فكر صغير مع هذا الاولاد هذو. اون فا يسي دي كونفانكر والحاج ابراهيم يلفا كومونسي لوبيراسيون من غدوه وين يجيب دي جوار ويدير معاهم البروتوكول داكور ونتفاهموا معاهم على لي سالير تاعهم وان شاء الله نديروا لي ريزيلياسيون.
اللي نحتاجوه أو عندنا واللي ما نحتاجوش. ما نقولك ما نحتاجوش، ربما ما تقلمش مع وفق السيف ويقدر يلقى وجهة أخرى، يروح نديرو مع البروتوكول داكوريون في أبليكي الارتيكل دو دي ريغلمون دو لا ليغ ناسيونال يضمن له الأموال تاعو ويمشي. مع الأسف الشديد ما نقدرش نعسو خاين الدار حديث قياس راح لولا يعني كيما قال قبيل لامش يا دي شوز اللي نخدمو. ما انا نخدم مع مدرب والحديث قياس صوم، ما تقول لي شكون انا الركروتمون ندير فيه انا والمدرب، مش ندير فيه وحدي. هذه الاولى باش نحي لك بلي مانيش ندير وحدي في الركروتمون، راني ان كولابوراسيون افيك لو بروشان انترينور دي كلوب. هذه الاولى. الدائنين اللي فيما يخص الخواص سماتها لي بريفي، هذول مدي تاعهم طرحه على طاوله مجمع سونالغاز، دونك مكتوبين لي مونطون تاعهم كل شيء. زيد واش قلت كمان؟ انا جاوبتك عليها، رانا نخدموا الضمانات. هما فين بالشوك احنا؟ هذه ما تكسرش راسك. احنا نقدروا نسلكوا جوار نعطيو 500 مليون نتحملوا مسؤوليتنا. يجيو يرجعوا لنا دراهم، نهار يخلصوا بارشيك يقلب لنا دراهم. ليش الامام حد السؤال تاعك تقدر تكون صريح؟ مش وين انت ما كاينش اختيارات مناسبه، كاين اختيارات خاطئه. انا مناسبه وخاطئه مش كيف كيف، مناسبه شويه خفيفه. اخطانا واش كاين؟ انا قلت لك احنا اخطانا، احنا اصلا ما نقيسوش الناس. درك كون نبدا انا نهضر هذا المدرب لا نحينا وهذا لازمنا، هذا وكاريير عنده رايح، ربما نخلق له مشاكل في الانتدابات الموسم القادم. حنا اللي خطأنا، انا في دي زيرور دو شوا اي اون با لو طون اي اون با لي مويا، امكانيات ما عندناش والوقت كان ما عندناش. سي بون دون بور لو بيجي انويل جو بونس جو دون ا بيبريا باسكو جو سوي با جو سوي با او سنتيم بري. On ne dépasse pas les 30 milliards, hein. C'est l'exercice complet. Les rentrées d'argent, tout le monde sait que les 6 milliards sont mahjouza. On a eu 2 milliards et 1 milliard de les pouvoirs publics. On a eu un sponsor de 1 milliard de Sonelgaz. Et puis, c'était de la gymnastique des différents dirigeants, que ce soit Hadj Brahim. Mais ce qui m'a dit, on ne veut pas s'étaler sur le sujet parce que 80% de la gestion récente sur le plan financier, c'est Ira Brahim. Ok, je me mets là. On ne peut pas. C'était avec l'aide scolaire. Je vais parler de fêtes religieuses. الناس زواولة وعاد يسلك عندك 3 ملايين وعاد 4 ملايين وعاد 2 ملايين ونص يلحق العيد وما عندك حتى دورو في لونطاط. انا نرزق فيه نقول له روح خلصهم خويا، وكي يدخلوا الدراهم ندا بيك حتى الاول ونبسك. دونك هو الاصل الناس يقول لك يخي سلف ودا دراهم. سلف ثاني في الجزائر دوك انا تقول لي تسلف لي 5 ملايين نقول لك ما عنديش، راني نجربها انا. سلف في الاصل وخير في دونك كوفرنا ابراهيم الاعياد، العيد الكبير عندنا دي زومبلوي اللي كان ما يقدرش يذبح، مستحيل يذبح. والحمد لله وكنا عادلين قد ما قدرنا، يعني اللي صغير في الشهريه تاعو يسلك 2 ملايين ونص نعطيوه 3 مواق باش يوصل ل 7 ملايين ونص يقدر يتسوق فيها. في العيد اللي يسلك 4 ملايين نعطيوه 2 مواق باش يقدر يوصل. وهذا كل سي ابراهيم. Il y a des déplacements, il y a les mises au vert. Tu vois, non? Nous sommes maintenant. Donc, grosso modo, le budget est à peu près, hein, et encore. Parce que quand il y a l'étude économique, le budget dit globalement sur la dette, où je serai, mais je vais te faire le tour. انا كي نقول تلقى لي جوار بون لاما السالاريال تاعنا الكتله الشهريه حوالي 2 ملايير و700. كيعودوا اللاعبين يسالوك
سبع اشهر 7 فوز 7 49 فوز 7 فوز 14 زي 18 مليار سي تون ديت 18 مليار عند بعض الانديه والراتب تاع اربع لاعبين او ثلاث لاعبين في الموسم. حنا نهضروا على مجموعه تاع 27 لاعب يبقاو يسالوك 18 مليار شي ثلاثه ولا زوج. دونك صارت توجور ان ديت الحصن واش طلبنا والنداء تاعنا تاع الانصار تاع الناس بزاف اللي كانت تطلب شركه لان الوفاق في مرحله جد صعبه ما يقدرها ما قدروا لها الخواص بكري ما قدروا لها درك لو بريفي الجزائريان نا با لا كولتور دو لانفستيسمون دون لو فوتبول ما عندوش فكر الاستثمار في كره القدم الله غالب. اذا لجأنا للدولة والدولة أعطتنا الشركة هذه وإن شاء الله الشركة هذه ترجع الوفاق على الأقل من الجانب تسير يكون تسير احترافي واللي يكون في الفريق لازم يكون قدها. أنا ما نقدرش نقول لك ليبيري بس كي نقول ليبيري زيبيري ما ترون دوت لفالور دو نجوار كي هون تجور إن كارت جهة أخرى ولا مام في لونتون دو سيتي. أنا نقول لكم فاقاردي وي جوار سيتو خير من نقول قد جوار ليبر ان فاغاردي وي جوار بور لو ريكروتمون اون فافير مينيموم جدي مينيموم 10 جوار مينيموم نقدروا نروحوا 12 13 14 مي مينيموم 10 بصح دو فالور اون فا باركريتي دي فورما دي رومبلاسون اون باركريتي دي جوار اللي عندهم قيمتهم الفنيه. هذيك الالغاز خليها الغاز. انا كتعرف لي ما نستيش ندخل في نولي ندخل ونسمي واحد نسمي حتى واحد. انا كي نهضر ويفهم اللي كل واحد وضميره اللي حاب يعاون الفريق او يعمل تعاونيش انا جو سوي لابري دي فيزوا نستنى حتى واحد يعاونني عاونوا الفريق الكيب تاعكم وبلادكم وبلادنا وكل هذا ما كان اللي يقدر يعاون بكلمه يعاون بكلمه اللي يقدر يعاون بجاست يعاون بجاست. المناصر راك شفت المناصرين تاعنا البارح راح حتى البشر وشعلوا الفيميجان وغنوا علينا الغنيه المشهوره تاع الاداره ما كاينش مشكل تروح من البشر باش تغني على الاداره بس معليش هذا ما دار لي فور باش تيش واحد يدخل باطل ويزيد يغني هذا هو خسر طريق تعب راح 1000 كيلومتر خلي يبرد قلبه معليش ما هنا يجي يقرع ما بارده وهذاك ويسب الناس ويروح يحسب روحه دار فر. أنا في تواصل دائم مع مجمع سرقاز اليوم العشية كنت معهم في تواصل معهم كنت تواصل معهم إن هما ثاني لازم يعلموا باللي رانا نشتغل هذه الأولى المساهمين ما بقاش مشكل بقاو زوج صبا سريقلي على كل حال واش مشكل تاع زوج رابضين مش رابضين يعني قضية سنتريك ريلاسيونال. انا راح ندير عدوه من الاداره وربما الخميس ندير لاجيكس بور كلوتيري سو دوسي لي دو بوين لي بار دونك غدوه ندير لو كونسي دادمينستراسيون بور نديرو لا ريزوليسيون هذيك وبعدها باذن الله نديرو لاجيكس بور اونتيريني لا ريزوليسيون دو دي كونسي استدير شنو ناخذ قرار في مجلس الاداره نزيدو يعقب للتسكيه في الجمعيه العامه للمساهمين. هذو هما دو فوا لوردر دي جور ما كانش لو نطلب منك إعادة نفس العام حتى انا لو اقول هذا بصراحه هذا اخويا الرئيس مجلس الاداره وهو اللي يعني مشينا معه في 2006 و2007 في نادي فاقسيف ارتباطي بينه وبين هذاك مش ارتباطي بفاقسيف ارتباط عائلي ارتباط اخوي ارتباط هذاك يمشي هو نمشي انا. الوثيقه اللي جت من مجمع السونالغاز جت رسميا في الايميل خرجناها بالايميل درنا الطبعة تاعها للمساهمين ما زدنا فيها حرف وما نقصنا فيها حرف. الناس قال لك العرباوي وصرار والإدارة راهم يزوروا
واش من تزوير. هنا واش من تزوير. هنا جاتنا وثيقة عيطنا الدكتور بحضور محضر قضائي، المحضر القضائي يجي لهنا يقعد من 9 تاع من الوحدة تاع مساء حتى 8 تاع الليل يستنى في المساهمين. لو تكون مزور ما تقدرش تجيب محضر قضائي. فات تدل الناس بعض المساهمين قال لك مزورين رحنا وصلنا عاودوا الوثيقة ما عاودوهاش زادوا السرقات. رحت انا نزلت انا شخصيا للمركب 845 لقيت الممثل صوناغاز ولقيت مدير الشباب والرياضة ولقيت المدير شاب سيرفيس مدني قلت لهم تعطيني وثيقة رسمية باللي انتم اللي زدتوا الحرب هذا. وقعدت معهم تقريب ساعة. قال لي مدير الشباب والرياضة كيف هذا قلت لي عندك الحق علنيا حتى الممثل صوناغاز قال لي عندك الحق. قلت تعطيني وثيقه وترسل لي وثيقه باللي راكم زدتوا هذه الزوناغاز انتم اللي زدتوها احنا من حين ما زدنا. وبالطبع الرئيس مجلس الاداره تكلم مع الهيئه تاع الزوناغاز جمع الزوناغاز وتكلم مع الجيس تاعهم وبعث الوثيقه وقال احنا اللي زدنا هذا الحرف تاع الزوناغاز. هي ما فيها والو، هي الوثيقه هي وثيقه الزوناغاز. بعض الناس ما تقبلوش العربوي ما تقبلوش سره انما يعيطوا لهم، حاب يعيطوا لهم الصوناغاز، حابين يعيطوا لهم ممثلين، بالك حابين يعيطوا لهم سيد الوالي المحترم، بالك حاب يعيطوا لهم مدير المجمع الصوناغاز، حابين يشوفوا، حابين يقعدوا معه، هذه هي كيف كانت الوثيقه تاع الصوناغاز اللي جات من تما.